اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح اعطيكم معلومة جديدة كيف تخزن الاصوات اللي تريدها مع الايقاع في الون تاتش سيتنج. موضوع بسيط جدا، تختار اي ايقاع من الايقاعات. بعطيك الحين كمثال، انا اخترت ايقاع المصري اللي هو المقسوم. الاصوات اللي جاية معاه، اسمع معاي في الون تاتش، طبعا هو مكس ثلاث اصوات، زين اثنين الفيرشن رقم واحد، فيرشن رقم ثلاثة اربعة. نيجي عند فيرشن رقم واحد، انت مثلا ما تبغى الاصوات كلها، تبغي صوت من عندك مضبطنه بالافكتات. مثلا انا بحط رقم واحد الفيرشن رقم واحد مع الواتش سيتنج رقم واحد بيانو، اشيل هالاثنين اختار مثلا بيانو، هذا البيانو اوكي. كيف تسيفه مع الايقاع المصري؟ كيف تسيفه؟ تختار البيانو، بعدين تروح عند الميموري، تضغط على كلمة الميموري، تطلع لك الصفحة هاي. لاحظ لازم تعمل التك على فويس، تعملها مرة واحدة بس، تك على الفويس، تعمل التك شي علامة الصح. بعد ما تطلع لك الصفحة تروح عند الفيرشن اللي هو رقم واحد الواتش سيتنج، تضغط عليه، شوف يلامض معك، تطلع لك الملاحظة. يقول لك هل تريد انك تلغي المعلومة القديمة يعني الاصوات القديمة وبتسيف الصوت الجديد اللي انت عامله؟ تكتب نعم، تكتب يس، يعني تضغط يس. بعد ما تضغط يس لازم تعمل اكزت، تطلع من الايقاع. شوف معايا الحين هذا الفيرشن رقم واحد كان عود و وسترينج، والحين استوى بيانو. شوف ها، بنتقل على فيرشن بي مثلا، نرجع مره ثانيه على فيرشن واحد اللي احنا عملنا في البيانو. نروح شوف الصوت في رقم واحد البيانو اللي انت عملته. زين بنروح عند الفيرشن رقم اثنين مثلا، انت ما عايب انك الصوت شو اللي جاي فيرشن بي، عود وناي، وهذا ابغى يكون مثلا اكورديون. تروح نفس الشيء تختار الاكورديون، تختار هارمونيكا، بختار الهارمونيكا، بلغي الاصوات الثانيه اللي جاي معاه، رايت 2 رايت 3، هذا هارمونيكا. نفس الطريقه اخترت هارمونيكا، تروح عند ميموري، التك معمول اوريدي، تيجي عند رقم وانت سيتنج رقم 2، تضغط نفس الملحوظه، تريد تلغي المعلومه القديمه وتحط الصوت الجديد، نعم يس، عقب تطلع اكزت. شوف معايا الحين ننتقل، هذا رقم واحد كان البيانو، بنتقل فيرجن بي، الصوت اللي انا اخترته. وبالطريقة هاي رقم ثلاثة نفس الطريقة، ورقم اربعة نفس الطريقة. انزين بتقول لي والله لا هاي الاصوات انا ابغي اعمل لها افكتات، نفس الشيء تروح تختار الصوت بيانو وتعمل له الافكت وتعمل له كل شيء مثل ما تريد، وتروح تسيف وين؟ تسيف في اليوزر الاصوات كأنك انت عامل صوت جديد. يعني مثلا هذا صوت البيانو بالطريقة هاي، اروح اعمل له افكت، اروح صفحة الافكت واعمل لي مثلا مثلا ديلي، بالطريقة هاي اختار لهني ديلي، اختار ديلي، تعمل لي الافكت كل شيء وتروح تسيفه وين؟ في اليوزر نيم، في اليوزر الاصوات، تعمل هني في اليوزر، تروح عامل سيف فايل، كلمة سيف هير، طلع لك الجراند بيانو، شوف بالافكت ماله خزنته هني. خلاص تروح تختار نفس الشيء كأنه صوت من الاصوات المجموعة. بعد ما خزننا صوت البيانو في اليوزر، تروح تختار اليوزر، تختار صوت البيانو، نفس الشيء تروح عند السي، تختار السي، تيجي هني نفس الشيء تدق على كلمة ميموري، طلع لك الفويس، عقب تصير تختار هني رقم سيتنج رقم ثلاثة، اوريدي انت مختار الصوت، تقدر يس، تطلع برا. شوف معايا الحين الفيرشنات الاولي، البيانو العادي اللي سويناه، بعدين الفيرشن اثنين، هارمونيكا، فيرشن ثلاثة، البيانو مع الافكت. وبهاي الطريقة انت تعلمت كيف تخزن الاصوات مع الايقاع بالافكتات بكل شيء. كل اللي عليك تتبع الطريقة اللي انا قلت لك عنها وخلاص. كذلك رقم اربعة تضبط الصوت اللي تباه بالافكتات
نفس الشيء تنتقل على الدي وتخزن 4. بس في ملحوظة، إذا عندك إيقاع جاي A وعقب جاي B مثلا مو بعامل فيه أي شيء وتبغي تحط البي وصوت 2، ما راح يشتغل معك، لأن كل صوت لازم مع وان تاتش سيتنج مالي، الـ A مع الواحد، البي مع 2، السي مع 3، الدي مع 4. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.